السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم مثلكم بمقطع جديد ومود جديد من لعبة جي تي اي سان أندريس. في هذا المقطع يا شباب لقد اكتشفت سرا غريبا ومخيفا، وكلنا نعرف بوجود سيارة الشبح المحطمة في الغابة يا شباب، لكن ما اكتشفته اليوم وهو عندما ذهبت إلى المنزل الخشبي يا شباب في وسط الغابة أو ذلك الكوخ أثناء الليل يا شباب، قامت سيارة الشبح تلك شباب بمهاجمتي. فاليوم يا شباب، فلهذا يا شباب أردت أن أقوم بتسجيل معكم هذا المقطع يا شباب، ونكتشف معا هذا السر الغريب يا شباب، ولماذا تحاول هذه سيارة الشبح مهاجمتي. فهيا لكي ننطلق. حسنا يا شباب، دعوني أولا أريكم مكان وجود تلك السيارة الشبح. في الحقيقة توجد سيارتين يا شباب، سيارتين محطمتين موجودتان في هذه المنطقة بالضبط على ما أظن، وتوجد سيارة أخرى يا شباب، لكن هذه صراحة لا أعرف، ممكن أن تكون هنا أو ممكن أن تكون في منطقة ما هنا، لا أعرف صراحة أين، لكن كل ما أعرفه بوجود سيارتين الشبح موجودتان هنا يا شباب. وأيضا عندما ذهبت إلى الكوخ الخشبي يا شباب، أظن أنه في هذا المكان، نعم في هذا المكان يا شباب، عندما ذهبت إلى ذلك الكوخ الخشبي أثناء الليل قامت تلك السيارة بمهاجمتي. فدعونا يا شباب لكي ننطلق إلى ذلك المكان ولنرى معا تلك السيارتين يا شباب الشبح، وأي سيارة منهما قامت بمهاجمتي أثناء الليل. فهيا لكي ننطلق. لكن صراحة هناك شيء غريب لا أعرف ماذا يحصل هنا يا شباب، شوفوا معي السيارة فجأة أصبحت سريعة جدا يا شباب، والله شيء غريب جدا. فدعونا بالأول يا شباب أخذكم إلى مكان وجود تلك السيارتين يا شباب، السيارتين الشبح أظن أنهما موجودتان هنا في هذه المنطقة، سوف أحاول الذهاب إليهما يا شباب. فبداية يا شباب قبل أن نصل إلى هناك، أتمنى منكم يا شباب أن تدعمونا بزر لايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. وهيا لكي ننطلق. ولكي لا يكون هناك يا شباب سوء تفاهم بيننا، فهذا يا شباب عبارة عن موت، شوفوا معي هذه هي السيارة شباب، هذه هي سيارة الشبح التي أخبرتكم بأنها تتحرك لوحدها. انظروا معي، فجأة عندما وصلنا إلى هذه المنطقة ظهرت في ذلك المكان، فجأة بعدها أتت إلى هذا المكان، وهذه هي السيارة المحطمة يا شباب. لا أعرف إن كانت هذه السيارة التي هاجمتني أم تلك السيارة الموجودة في ذلك المكان. فما أود أن أخبركم به يا شباب قبل أن يحدث سوء تفاهم بيننا، فهذا السر يا شباب المخيف فهو عبارة عن مود. يجب عليكم تحميل المود يا شباب، ثم تضعونه في اللعبة، ثم تأتون إلى كوخ الموجود في ذلك الجبل، حينها سوف تقوم إحدى هذه السيارتين بالهجوم عليكم. أنا الآن قمت بتركيب المود يا شباب، لكن إلى الآن لم تهاجمني أي سيارة، لأننا أولا في أثناء النهار، ثانيا يا شباب لم نقترب من ذلك الكوخ. فإن أردتم تلك السيارة أن تقوم بالهجوم عليكم، فيجب عليكم أن تذهبوا إلى ذلك الكوخ يا شباب أثناء الليل. لا أعرف صراحة إن كانت هذه السيارة التي هاجمتني أم تلك السيارة. فجأة عندما أصل إلى ذلك الكوخ فتظهر السيارة مباشرة تلحق بي يا شباب، وتقوم بمهاجمتي وتحاول قتلي يا شباب. وهذه هي السيارة يا شباب التي أخبرتكم عنها، سيارة الشبح المحطمة الموجودة وسط الغابة، ومنها اثنتان يا شباب، ولا أعلم صراحة أي سيارة منهما تقوم بمهاجمتي. فأولا يا شباب دعوني أحول إلى منتصف الليل يا شباب لنرى إن كانت السيارة سوف تهاجمني السيارة في منتصف الليل. لحظة هكذا، أوكي نحن الآن في منتصف الليل، وإلى الآن يا شباب لم تهاجمني ولا أي سيارة. فماذا إن حاولت الذهاب إلى ذلك الكوخ؟ دعونا نذهب إلى ذلك الكوخ يا شباب. أين يوجد هذا الكوخ؟ أظن أن الكوخ موجود هنا أم هنا، لكن أتوقع أنه موجود هنا. حسنا يا شباب هذا هو الكوخ، انظروا معي لقد اقتربنا منه. فدعوني بالأول أنزل يا شباب. حسنا دعونا الآن لكي ننطلق إلى ذلك الكوخ يا شباب، مشيا يا شباب على الأقدام. حسنا وانظروا معي ماذا سوف يحصل، سوف تظهر السيارة ورائي يا شباب خلفي بسرعة فائقة يا شباب، وسوف تحاول مهاجمتي. إلى الآن لم تظهر السيارة، شوفوا معي لقد تم تشغيل المود، والسيارة الآن اقتربت من المنزل، والسيارة الآن سوف تحاول مهاجمتي. أين هي؟ هذه هي. ووو هل رأيتم السيارة سريعة جدا؟ لحظة انقلبت
انقلبت السيارة يا شباب، هل رأيتم؟ انظروا معي، لا أصدق، لقد انفجرت الشباب السيارة، لقد انفجرت، انقلبت السيارة هذه المرة وانفجرت. صراحة عندما أتيت إلى هنا أول مرة قامت السيارة بمهاجمتي صراحة واستطاعت أن تقوم بقتلي. والآن شوفوا معي شباب، لقد انقلبت السيارة شباب في أول مرة ظهرت فيها يا شباب. حسنا شباب، لقد أتيت من جديد يا شباب، لنرى الآن هل سوف تظهر السيارة مجددا. هذه هي، انظروا معي سوف تظهر الآن يا شباب. لحظة دعوني أتقدم إلى الكوخ قليلا. والآن هذه هي السيارة، شوفوا معي هذه هي السيارة شباب، سوف تحاول الآن مهاجمتي، هل رأيتم؟ واو سوف تنقلب. لا أعرف ما سر هذه السيارة شباب، لكنها سهلة للانقلاب هذه المرة. انظروا معي، لقد هاجمتني يا شباب هذه السيارة وقفت ولقد انقلبت فجأة يا شباب. حسنا سوف أعيد مرة أخرى يا شباب، لا أعرف لماذا تنقلب بهذه السهولة صراحة، هذا شيء غريب بالفعل. حسنا شباب، لقد وصلت للمرة الثالثة، والآن هذه المرة سوف أحاول. شوفوا معي، لا 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 هذه المرة لم تنقلب يا شباب. لحظة، هذه السيارة تحاول أن تقوم بمهاجمتي. لقد انقلبت واستعادت التوازن فجأة يا شباب. واو على السيارة. حسنا لن أسمح، شوفوا معي شباب. ماذا يحصل هنا؟ إنها تطلق الصواريخ، هل رأيتم ذلك؟ حسنا لن أسمح لها يا شباب بأن تقوم بالاصطدام بي، لدي طريقة، شوفوا معي هذه الطريقة. أي شخص يقوم باللحاق بكم يا شباب بالسيارة فقوموا. سوف تنفجر. واو لقد انفجرت يا شباب، بعد أن انقلبت السيارة انفجرت مرة أخرى. كنت أريد صراحة أن ألعب معها قليلا، لكن هذه السيارة سهلة الانقلاب يا شباب، فتفقد توازنها بسهولة يا شباب ثم تنفجر، لأن سرعتها عالية جدا ومفرطة، ولا سيما في الانعطافات كما ترون هنا. الانعطافات في هذا الجبل يعني بسرعة كبيرة، فهذا خطير جدا يا شباب، فالسيارة سوف تنقلب بسهولة. لكن صراحة سوف أقوم بعمل تجربة واحدة أخرى، وهو أنني سوف أحاول تفجيرها بهذا الميني غانز يا شباب. شوفوا أصلا هذه السيارة يا شباب خفيفة، وهذا يدل على أنها سيارة الشبح بالفعل. شوفوا معي، والله هذه السيارة غريب جدا. سوف أحاول تفجيرها بالميني غانز يا شباب، وسوف نرى إن كانت سوف تنفجر بالسلاح أم لا. حسنا يا شباب، هكذا وصلت الآن. الآن دعونا لنرى أين هي السيارة، من أين سوف تظهر السيارة. هذه هي السيارة، لقد ظهرت. سوف أحاول تفجيرها يا شباب بهذا السلاح الميني غانز. شوفوا معي، لا تنفجر أبدا يا شباب، هل رأيتم؟ شوفوا معي، ها انظروا معي، حاولت أن أقوم بتدميرها بالسلاح الميني غانز يا شباب، لكنها لا تنفجر أبدا. والله هذا شيء غريب جدا. شوفوا معي، وتطلق أيضا قاذفة الصواريخ يا شباب، مما يجعلها سيارة قوية جدا. والآن سوف تنقلب السيارة يا شباب، شوفوا معي، لكن هذه المرة مع أنها انقلبت إلا أنها لم تنفجر هذه المرة. والله غريب جدا. لقد اصطدمت بي. يا سلام عليك، هيا انفجري يا سيارة. اوكي هذه المرة انقلبت، هل سوف تنفجر؟ لم تنفجر. واو غريب. انصحكم يا شباب عندما تأتون الى هذا المكان ان تقوموا بتفعيل موضة الحياة الدائمة، والا هذه السيارة سوف تقوم بقتلكم يا شباب، ولا سيما ان لديها يعني شوفوا معي، ولا سيما ان لديها قذفة الصواريخ يا شباب. حسنا هذه المرة قلبتها. يا سلام،
والآن سوف تنفجر. لقد انفجرت يا شباب هذه السيارة، سيارة الشبح هذه. صراحة لا أعرف لماذا عندما ذهبت بالأول عندها في ذلك المكان في ذلك الجبل لم تقم السيارة بمهاجمتنا، لكن عندما أتينا إلى هذا الكوخ قامت السيارة مباشرة بالظهور وبعد ذلك تقوم بمهاجمتنا. لا أعرف السبب لماذا. هل السيارة تحاول حماية شيء ما يا شباب في هذا المنزل الخشبي؟ دعونا لكي ندخل ولنتأكد يا شباب. لا أظن بأنني سوف أجد شيئا مثيرا للاهتمام هنا، أم أن هناك شيئا مدفونا بالقرب من هذا الكوخ يا شباب ولا تريد منا سيارة الشبح هذه أن نقوم باكتشافه يا شباب. صراحة أنا لا أعرف ما هو هذا السر الذي الموجود في هذا الكوخ حتى تقوم هذه سيارة الشبح بمهاجمتنا، ومن الصعب جدا أن نقوم باكتشاف هذا السر يا شباب. على العموم هذا كان مقطعنا لليوم، فأتمنى أن ينال على إعجابكم، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.